أنا كفنانة تشكيلية وكناشطة بيئية بهمني موضوع البيئة وبهمني موضوع الفن، فخطرت عبالي فكرة إنه ليش ما نحول هاي اليافطات النيابية بالنهاية مصيرها مكان بالنفايات، ليش ما نحولها إلى أعمال فنية جميلة نفكر بطريقة غير اعتيادية ونعمل منها معرض جميل موجود هلا براس العين. شارك بهذا المعرض تقريبا 60 فنان تشكيلي من مختلف المجالات، منهم نحاتين، منهم خزافين، منهم رسامين، كمان كان عندنا حرفيين وكان عندنا مصممين ازياء. طلعنا بنتاج تقريبا 100 عمل فني من مختلف الاشكال، لوحات، مجسمات وقطع اثاث مختلفه. رسالتي للشعب الأردني إنه نفكر أكثر ببيئتنا ونفكر كيف نقدر نحول الموارد الموجودة بين إيدينا لأشياء جميلة ومختلفة، وللسياسيين وللنواب إنه للمرات الجاية نفكر كمان بطريقة تانية، إنه كيف نقدر نعمل دعاية انتخابية بطريقة ما نلوث البيئة وما نعمل تشتت بصري وما نعمل تلوث بصري. هلا في وسائل كثيرة مثل السوشيال ميديا بنقدر نوصل رسالتنا ونوصل المحتوى اللي بدنا نوصله من غير ما نعمل تلوث بصري وبيئي.